بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع جديد في عنوان الله خلاصي الطاعة والخلاص الأبدي. احنا بنتكلم عن فكر الخلاص، خوذة الخلاص، ازاي الله هو المخلص وحده، معطلات الخلاص. عاوزين ناخد كلمة الطاعة دي ونعيش فيها شوية لأنها من أهم مفاتيح الخلاص. هناخد نص مهم ندرسه مع بعض. يقول: إذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيئة. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة كي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينهم. نكمل. لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس، ركزوا عشان احنا كل كلمة هتفرق معانا، يقام لأجل الناس فيما لله كي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يترفق بالجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف. ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب، هكذا أيضا لأجل نفسه. ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، بل المدعو من الله كما هارون أيضا. كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. كما يقول أيضا في موضع آخر: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقوى مع كونه ابنا، تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. معلش، هو نص يبدو صعب وطويل، لك احنا هناخده كده في أفكار محددة. أول كلمة نقف عندها حكاية فلنتمسك بالإقرار. إيه الإقرار ده؟ يقول: إذ لنا رئيس كهنة عظيم. قبلها احنا في عبرانيين 4 كان شاور على ان المسيح هو رئيس كهنتنا الجديد. واذا كان رئيس الكهنة زمان قادر انه يقدم ذبيحة تشيل خطية الناس، رئيس كهنتنا الحقيقي ربنا يسوع بذبيحة نفسه شال خطايا البشرية كلها لكل من يؤمن به. فده مش رئيس كهنة عادي، ده رئيس كهنة عظيم ومش هيتكرر. وبعدين ده ما قدمش ذبيحة كده عادية على الأرض، لا، ده ذبيحة نفسه وطلع بيها لأنه جسده داخل السماء بالصعود، قد اجتاز السماوات، وبالتالي قدمت الذبيحة أمام العرش الإلهي. فلنتمسك بالإقرار. الإقرار ببساطة هو قانون الإيمان، أو هو القرار اللي انت خدته في يوم من الأيام أن تؤمن بالمسيح الإله المخلص القادر على غفران خطايانا. إقرار جاي من كلمة قرار، لأنه أي معمد على كبير ما ينفعش نعمده إلا لما ياخد القرار. واخدين بالكم إيه القرار؟ أنا أؤمن حقا أن المسيح هو ابن الله، وأؤمن أن المسيح تجسد ومات على الصليب، أؤمن أن المسيح قام وصعد ودخل السماء، أؤمن أن المسيح هيجي تاني على السحاب. هذا الإقرار أو القرار اللي بيه يتعمد. بعد ما يتعمد لو ما تمسكش بالإقرار هيضيع كل اللي عمله. فإحنا متعمدين، عندنا الإقرار كل يوم نقول بالحقيقة نؤمن بإله، ده إقرار، ده قرار خدناه وإقرار نقر به. وهي نفس فكرة الاعتراف، نتمسك بالإقرار هي كلمة الاعتراف ساعات في اللغة، اللي هي الاعتراف مش الاعتراف بمعنى بعترف بخطية، لا، الاعتراف بالإيمان،
زي أبونا لما يقول في آخر القداس أؤمن وإيه وأعترف إلى النفس الأخير. هو أنا مش بعترف بخطيئته، ده بيعترف بالحقيقة. الحقيقة هي أن هذا الجسد المحي هو الذي أخذه ربنا مخلصنا يسوع. التمسك بالإقرار ده أساس في الخلاص. ليه؟ لأنه بهذا الإقرار أنت هتدخل السم، الإيمان ده هيدخلك السم. ومن هنا لو أنت سبت الإقرار ده، أنت خلاص خرجت بره العهد الجديد، بره العهد الأبدي، فقط الخلاص. وطبعا ده بيأكد لنا أن الخلاص أنت معرض أن تفقده لو تركت الإيمان أو تركت اعتراف الإيمان أو إقرار الإيمان. قانون الإيمان له صيغ كتيرة. طبعا هو اكتملت صيغته في القرن الثالث في نيقيا، وكملت كمان في الرابع على يد كيرلس الكبير، فبقينا نقوله بقى لنا 16 قرن. إنما ما كانش بالصيغة الكبيرة دي في الأول، لكن هو ببساطة يعبر عنه بأكتر من صيغة. هوريكم كم صيغة في العهد الجديد لإقرار الإيمان. مثلا بولس يقول لتيموساوس إيه؟ صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول. يعني إيه؟ اسمع دي يا ابني، ركز في دي، ستيتمنت كده جاية مهمة أوي، مهمة أوي الكلمة، صادقة هي الكلمة وتستاهل القبول. إيه بقى؟ المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. ده إقرار الإيمان. حط فيها التجسد وحط فيها الإيمان، الفداء، واخدين بالكم؟ غرض الفداء الخلاص، وحط نفسه زي كل البشر خاطي محتاج للخلاص. فده عبارة عن إقرار إيمان. فاهمين الفكرة؟ لما تسمع رسالة تيموثاوس الأولى يقول بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به، أومن به، رفع في المجد. أهو ده نوع تاني من إقرار الإيمان. إذن صيغة الإيمان صحيح، احنا استقررنا خلاص على قانون الإيمان، لكن ما هو رشم الصليب إقرار إيمان. بسم الآب والابن والروح القدس، أنا شاورت على الآب غير المنظور، والابن المتجسد، والروح القدس اللي بيشيلني من الشمال لليمين، إله واحد. طب ما ده إقرار إيمان. فاهمين اللي أنا أقصده؟ فلنتمسك بالإقرار، يعني لازم نقف على أرضية الإيمان الصلبة، لأن ما فيش خلاص لو تزحزح الإيمان ده. الموضوع بقى مش شوية مشاعر وشوية أعمال، لا، ده في إقرار في إيدك يدخلك السماء. أن تقر أن هو مسؤول عنك، زي إيه؟ زي ما واحد يعمل توكيل لحد يخلص له حاله. أنت عملت توكيل للمسيح، قلت له أنت مسؤول عني. فالإقرار ده أنت خلاص سلمت الحياة كلها والأبدية في إيد المسيح. لو سحبت التوكيل، لو لغيت التوكيل، لغيت الخلاص، يبقى هو مش مسؤول عنك. شوفوا مثلا يتقال ايه في الايمان، مات هؤلاء اجمعون، ده بيتكلم عن بتوع العهد القديم، وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها. شوفوا بقى التعبير ده، واقروا. هو ده برضو اقرار. طب دول عهد قديم، دول ما شافوش لسه المسيح والتجسد والفداء. معلش، بس على اساس الايمان اللي استلموه، وان ربنا هيجي يعمل حاجه، وانه مش هيسيب البشر يهلك، بهذا الرجاء والايمان عاشوا المعاد او عاشوا الوعد من غير ما يشوفوه، واقروا. هما كمان عندهم اقرار انهم غرباء. بدل قالوا احنا غرب يعني ايه، يبقى مصدقين ان في حياه ابديه، ومصدقين انه في خلاص جاي. اقروا انهم غرباء ونزلاء على الارض. يبقى كلمة نتمسك بالإقرار، لأن الإقرار ممكن يتزعزع أو الإيمان يتزعزع مع الاضطهادات، مع التشكيكات، مع الضعفات. ممكن لازم تبقى متمسك بالإقرار. تلت فتية لما تحط قدامهم إله آخر وأتوا النار، تمسكوا بالإقرار، إحنا هنعبد إلهنا وليكن ما يكون. دانيال لما تحط قدامه تمثال، هعبد إلهي وهسجد لي كما كنت أفعل 3 مرات في اليوم، وهتمسك بالإقرار وليكن ما يكون. هنا الخلاص مرتبط بالتمسك بالإيمان بالإقرار.
الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيئة. إحنا رئيس كهنتنا دلوقتي، ده بولس بيفتخر. أولاً هو قادر، لأنه أي رئيس كهنة أو كاهن قديم قبل كده كان قليل الحيلة. إنما رئيس كهنتنا هو قادر أن يرثي لضعفاتنا. ودي جميلة أوي الحتة دي يا جماعة. ليه؟ لأنه شاركنا الحياة بكل ما فيها من ضعفات، لكن بين قوسين في الآخر كده إيه؟ بلا خطيئة. يعني مع إنه شاركنا الحزن، شاركنا الوحدة، شاركنا الظلم، شاركنا القهر، الجوع، العطش، السهر، التعب، شاركنا ده كله، لكن بلا خطيئة. وبالتالي هو أدرى واحد لما أقول له يا رب تعبان من الوحدة، يقول لي حاسس بيك يا حبيبي. يبقى المخلص الصالح رئيس كهنتنا قادر يحس بينا، لأنه لو كان ما تجسدش ما كنتش هصدق أنه حاسس بي، لكن هو دلوقتي حاسس بي. لما أقول له الشيطان بيتعبني بالأفكار اللي بيجيبها، يقول لي وأنا كمان تعبني على الجبل، وقعد يجيب لي أفكار، بس أنا رديت عليه فبلا خطية طبعا، لكن شاركنا. هنا المشاركة دي مهمة أوي. ليه؟ هو له فيا وأنا ليا فيه، هو تجسد وبقى زيي، وأنا ليا فيه إنه أنا كإنسان ممثل في جسده. زي الآية اللي قبلها بتقول فيما هو قد تألم مجربا إيه؟ يقدر أن يعين المجربين. الحتة دي مهمة، لأنه أحبائي الخلاص مرتبط بالمخلص، ومخلصنا الصالح يرثي لضعفاتنا. كلمة جميلة من بولس. ليه؟ ممكن واحد يبص لواحد ضعيف، عاوز أقول إيه، يستهين بضعف، يعني مالك عامل كده. إنما ربنا يسوع لما بيلاقي واحد فينا ضعيف بيرثي لضعف، يتعاطف معاه، يعني يطيب خاطره. لما الواحد يبقى تعبان قوي ربنا بيبقى حاسس بيه جدا، يرثي ليه أكتر من أي حد من حواليه. لو واحد قال له يا رب مش عارف أصلي، وقعد يعيط في الصلاة، بس يقول له يا ابني ما أنا عديت على الليلة زي كده، كان في ليلة ما كنتش بقول غير كلمتين، إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس لكن لتاكل لما شئت، كنتش بقول غير كده، وكان فيها دموع وكان فيها تنهد وكان فيها صراخ. فأنا يا ابني حاسس بيك. إذا هنا الإحساس، لما الواحد يقول له يا رب طب أنا دلوقتي كل الناس سايباني، يقول له أنا كمان في أصعب اللحظات قدام الصليب محدش واقف معي، أغلى تلاميذي هربوا. آية كمان تقول في كل ضيقة هم تضايق. يبقى جميلة برضه حتة إنه إيه، مشاركة. هو بيتضايق لنا، ربنا يسوع بيتضايق لنا، ربنا يسوع حاسس بكنيستنا دلوقتي ومتضايق معانا، هو دريان بالظلم وعارف كويس اللي احنا فيه. وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته، فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. لكن بدايتها ايه؟ يتضايق معانا، يرثي لضعفات. معلمنا بولس ده الحتة دي لما بيقول انا في احتجاجي الاول ما حضرش معايا حد، كل الناس سابوني، لكن الرب وقف معي وقواني. طب وانت يا بولس كنت محتاج؟ صح فعلا كنت محتاج، كان نفسي حد يقف معايا، كانت لحظة صعبة قدام نيرون، لكن حسيت ربنا وقف جنبي. يبقى وقفة ربنا جنبه هي اللي حسسته أن لي رئيس كهنة قادر أن يرسي لضعف. المعنى الثالث يقول فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة كي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. تعبير جميل قوي، وأتمنى أن احنا ندقه. لنتقدم بثقة. الثقة لا تنبع من كنا كويسين. احنا مش بنتقدم لربنا للتناول مثلا ولا في الصلاة، انا رب كويس فداخل اتناول، انا وحش انا مستاهلش، ولا لما هسيب الدنيا واتقدم اقابل المسيح اقول له اصل انا كويس، لا انا مستاهلش. الثقة تنبع من اللي هو عمله. الثقة دي بحكم انه هو عمل كل حاجة، فاطمن هو سبقك وفرش السك، فأنا عندي ثقة فيه مش ثقة في نفسي، فاهمين؟ الثقة دي ثقة فيه هو. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة، يعني حتى يوم ما تموت
انت عندك ثقة فيه ان هو شفيعك الحقيقي، الوسيط الحقيقي، هو رئيس الكهنة اللي سبقك وقال ده تبعي، فانت هتلاقي اسمك على الباب. ليه؟ لان هو قال ده تبعي، بدل قال تبعه خلاص لازم يدخلوك. ادي الثقة. لنتقدم بثقة إلى عرش النعمة كي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. هي نفس فكرة نتمسك بالإقرار بس بطريقة تانية. الإقرار امسك فيه، الإيمان ده امسك فيه جامد، وتقدم بهذه الثقة للأمام. يعني تبقى وحش وعمل خطية وبعدين تقول له رب أنا عشمان في رحمتك، أنا واثق إن أنت هتحتملني بالرغم من خطيتي، أنا عارف مهما كنت وحش مش هتسيبني أهلك بعد كل اللي عملته معايا، أنا عندي ثقة في اللي شفته في حياتي كلها إنك طيب وطويل البال، مش هتيجي على الآخر وتقول معرفوش. هنا الثقة. فهنا قدام الثقة دي تنال رحمة. يبقى الرحمة مرتبطة بإيه؟ بالثقة. وتجد نعمة عونا في حينه، يعني منين ما تحتاجها تلاقيها. بطريقة تانية معلمنا بولس قال ماذا نقول لهذا لما كان بيتأمل في قصة الخلاص، قال مش عارف أقول إيه. إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا مع كل شيء؟ يعني لو صدقت في الصليب مش هتستغرب أبدا عطية الملكوت. يعني لو الصليب شغلك، فاكرين خوذة الخلاص بتاعت امبارح، قد كده ربنا بيحبك لدرجة الغلب ده كله، يبقى هل كتير عليك تدخل السبب بلاش؟ لا مش كتير. طب ما هو بس انا وحش، ما هو لما اتصلب كنت وحش برضه، لما اتصلب انت كنت وحش ومليان خطايا وحبك الى هذه الدرجة. تقدم بثقة، لانه ان كان لم يشفق على ابنه بل بذله بالاولى. كيف دي يعني ايه؟ يبقى بالحري او بالاولى يهبنا كل شيء، لانه انهي اغلى، دم الابن الوحيد وغلبه ولا الملكوت؟ طبعا الصليب اغلى. فهنا بأمارة الصليب انت تتقدم بثقة، فهمنا؟ بحكم انك انت تؤمن بربنا اللي بيحبك قوي لدرجة الصليب، يبقى داخل على السماء مهما كنت وحش بتقول له رب انا وحش بس انا عندي ثقة ان اللي عملته معايا قبل كده يكمل باخر محطة جميلة، انك تقول لي يلا تعال وخلاص هنلمك في السماء وخلاص. بطرس الرسول يقولها بطريقة تانية، يقول ملقين كل همكم عليه، لانه هو هي دي الثقة، ارمي كله عليه. هتقول مش بعرف ماشي، مش قادر ماشي، بغلط ماشي، اي هم عندك، عيالك هم، خطيتك هم، مشاكلك هم، فلوسك هم، قضيتك هم، كل الهم ده ارميه عليه، هو هيشيل كل حاجة. حصل مع أشعياء نفس الفكرة بطريقة تانية. أشعياء لما شاف المسيح يمكن أول مرة، أشعياء 6، اتخض لأنه لقى إنه فين هو من القداسة، شاف بقى الملائكة بتقول أجيوس قدوس قدوس وترعب، وقال أنا هلكت. وبعدين طار الملاك اللي مس شفتيه وقال له كفر عن خطيتك. يبقى هو ده فكرة التكفير أو الكفارة أو الخلاص، هذه مست شفتيك فانتوزع اسمك وكفر عن خطيتك. وبعدين سمع صوت المسيح، أول مرة يسمع صوته على العرش بيقول من يذهب؟ من أرسل؟ من يذهب من أجلنا؟ تقدم أشعياء بثقة وقال إيه؟ ها أنا ذا أرسلني. جبت منين الثقة دي؟ أنت لسه بتقول أنا هلكت، ولسه بتقول أنا إنسان نجس، ايه اللي جرى لك؟ لا، لما تناول، لما شافت الكفارة، لما ده يعني ايه الخطية انتزعت بالصليب بدم المسيح، تقدم بثقة وقال له شغلني معاك. يعني انا وحش طبعا، بس ايه، بأمارة الصليب وبأمارة الافخارستية، اذا كانت خطيتي الوحشة دي كلها انت هتشيلها، خلاص انا عندي ثقة انه ممكن اشتغل معاك. يبقى هنا الثقة ليست في النفس، خلي بالكم، الثقة هي في المسيح اللي فداني وبالتالي مش هيستخسر فيا السم. المعنى الثالث
أو الرابع. دخلنا بقى على صفات رئيس الكهنة. فمعلمنا بولس حب يحط كده فلاش باك ويبص على كاهن العهد القديم وإيه وشروطه أو صفاته. قال أصل كل رئيس كهنة زمان بقى مأخوذ من الناس، يقام لأجل الناس في مال الله كي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يترفق بالجهال والضالين، هو أيضا محاط بالضعف. ما هو الكاهن قديم ولا جديد بنغلط، فما ينفعش يشخط في واحد بيغلط، هيشخط فيه ازاي؟ ما أنا كمان بغلط. ولهذا الضعف في العهد القديم بقى يلتزم كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب، هكذا أيضا يقدم لأجل نفسه. تعرفين طقس العهد القديم إيه؟ الكاهن عنده كل شوية يجيب ذبيحة يذبحها عن نفسه بالذات في الأعياد، والذبيحة بتاعته أكبر ذبيحة عشان خطيته أتقل خطية، لأنه عارف ومسؤول. يعني ذبيحته إيكوال لذبيحة الشعب كله، ده الطور الكبير اللي عن الكاهن وطور تاني عن الشعب كله. ده معناه إنه الكاهن بيعترف كل يوم في العهد القديم أنا ما أقدرش أشيل هم حد، أنا عاوز اللي يشيل همي. وبعدين يقول إيه؟ ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة لنفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا. يبقى أول صفة، معلش الصفات دي أصلها تتحقق في المسيح المخلص، هو مأخوذ من الناس. يعني واحد بيطلع من وسط الناس كده، زي ما نيجي نختار كاهن هو بيطلع خادم من وسط الخدام، واحد معروف من وسط الشعب، بني آدم عادي يعني. وبعدين يقام لأجل الناس، يعني إيه؟ هو هيبقى من هنا ورايح حياته لحساب الناس. فاهمين ازاي؟ يعني الكاهن هو اكتر واحد على الارض عايش لحساب الناس، مفروض كده، لانه بيتشبه بالمسيح اللي جه عشان الناس، فهو شغلته الناس، شغلته البني ادمين. فيما لله يعني إيه؟ ما هو الدكتور شغلته بني ادمين، بس شغلة الدكتور في صحة البني ادمين، شغلة الكاهن في علاقة البني ادمين بربنا، هو اللي واقف في النص، هو اللي بياخد هم الناس يحطه على ربنا وياخد نعمة ربنا يوصلها للناس. فاهمين الفكرة؟ ومن هنا فكرة الوساطة الكهنوتية التي من المسيح، يعني هي امتداد لوساطة المسيح. وبعدين حط شرط تاني، انه لازم يكون مدعو من الله، ما يطلعش واحد يقول انا عاوز ابقى كاهن ولا قديم ولا جديد، ما ينفعش، لازم يدعى، لازم يختار. دول صفات مهمة. وبعدين في ثلاث صفات تانية، انه في صفة كمان انه لازم يقدم حاجة، ما هو الكاهن ده بيدخلش فاضي، يا يقدم ذبيحة بخور، يقدم ذبيحة حيوانية، او بيقدم كل حاجة، يدخل ايده مليانة لربنا. وقادرا يترفق بالجهال، دايما حاسس ان الجاهل غلبان ومسؤوليته، لما انا كنت جاهل واللي بيغلط مسؤوليتي لان انا بغلط. هو ايضا محاط بالضعف، يعني مراقب نفسه زي ما يراقب شعبه، لأن الضعف محاوطه زي ما محاوط الناس. هو كل ده ركز لنا على كاهن العهد القديم عشان بقى يبص ينقلنا على كاهن العهد الجديد. يقول إيه؟ ويقدم عن نفسه طبعا، بمعنى أنه هو كمان خاطئ، فلازم زي ما أنا بعترف دلوقتي، كاهن العهد القديم كان بيجيب ذبيحة عن نفسه. نقل بقى، قال كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له أنت ابني أنا اليوم ولد. تعالوا نحقق الصفات في المسيح. هو من الناس طبعا، بالتجسد أصبح من الناس، يقام لأجل الناس، أي ما هو جه عشان هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل. فهمتوا الفكرة؟ يبقى جاي عشان الناس. فيما لله طبعا المسيح جاي مش عشان يحل مشاكل الأرض، جاي عشان يتوسط بين الأرض والسماء. وبعدين يقدم، ايوه هيقدم، بس بقى مش القرابين التعبانه، هيقدم ذبيحه نفسه. انما هنا في نقطه مهمه، ان هو يرسي لضعفاتنا لكنه بلا خطيه، بمعنى حاسس بمشاكلنا وضعفاتنا بس ما بيغلطش. ومن هنا لا يحتاج المسيح ان يقدم ذبيحه عن نفسه، هو الوحيد اللي مش محتاج يقدم ذبيحه عن نفسه، لانه هو مع انه حاسس بالضعف ولكنه ليس ضعيف او ما بيغلطش. يبقى انطبق عليه، مأخوذ من الناس، يقام لاجل الناس، فيما الله مدعو من الله، بيقدم ذبيحه نفسه، يترفق بالجهال. يضاف اليها انه ايه؟ انه الابن الوحيد، يعني ده غير كل البشر. من هنا ابتدى يجيب بقى من العهد القديم نبوتين يربطهم ببعض. معلش افهموا بولس بيعمل ايه. معلمنا بولس
طبعا مذاكر عهد قديم تمام، يعني كمبيوتر في العهد القديم، فعلى طول يجيب حاجة من قديم قوي ويقول الآب قال أنت ابني، ودي اتقالت للمسيح وحده مش لملاك ولا الإنسان، أنا اليوم ولدتك. نفس اللي قال دي قال بعدها إيه؟ أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. يبقى الابن الوحيد هو نفسه الإيه؟ الكاهن الجديد. أقول تاني، الابن الوحيد هو الكاهن الوحيد، الكاهن الجديد. اللي قال أنت ابني أنا اليوم ولدتك، رجع بعدها بشوية قال إيه؟ أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. يبقى النبوات بتحقق كده حاجة مهم، إن هو ابن الله وابن الإنسان. ابن الله عشان ما يبقاش في خطيه، وابن الإنسان عشان يبقى مأخوذ من الناس لأجل الناس. وبعدين يبقى رئيس كهنة ياخد رتبة رئيس كهنة. كان عندنا كهنتنا العهد القديم كبرهم هارون، بس هارون يعني مش أحسن حاجة أوي. ليه؟ هارون غلط كتير. في نفس الوقت الكهنوت الهاروني من أول هارون لغاية المسيح فعلا محاط بالضعف، وياما الكهنة انحرفوا لدرجة إن اللي موجودين وقت المسيح حنان وقياف ما دول تبع هارون. فمش ده اللي مش معقول يجي المسيح من الشغلة دي. فرجعنا قبل هارون لقينا إن في كاهن كده في أول التاريخ اللي هو ملكي صادق، قيل عنه أنه كاهن لله العلي بشكل غامض، لأنه بارك أبونا إبراهيم. فاكرين طبعا قصة ملكي صادق، أنتم ذاكرين، وجاب خبز وخمر، عمل ذبيحة عجيبة، وخد العشور من أبونا إبراهيم وما ظهرش تاني. فهنا قال بقى الكاهن بتاعنا ده أبها بقى، هو ده كله عاوز يقول لنا إيه؟ يا جماعة اللي متوسط لنا مش أي حد، هي عاوز يوصل الفكرة دي. إذا كان وسيط العهد القديم كاهن العهد القديم بيشيل خطية الناس ويحطها على البهيمة، الكاهن بتاعنا وسيط العهد الجديد ده ما حصلش، مش هيحصل، ومش هيحط الخطية على بهائم، ده هيحط الخطية على نفسه. انتوا قلقانين ليه؟ هو كله عشان يقدم لنا قد ايه نتقدم بثقة، فاهمين؟ وعاوز يقول ما تخافش، الوساطة دي مش ممكن تخيب، هو أقوى من أي وسيط قبل كده. فهنا بيقول ملكي صادق، طبعا ملكي صادق في الاسم نفسه معناها ملك البر أو ملك السلام، اللي بنقولها يا ملك السلام، احنا لما بنغني يا ملك السلام نقول يا ملكي صادق، نقصد كده. اللي ملك أورشليم حرفيا، لأن المسيح طبعا هو الملك الحقيقي بتاع اليهود. طبعا في حتت كتيرة بقى في عبرانيين مش عشان الوقت، ابتدى بولس يقول بس خلي بالكو هو ملوش في السبط اللاوي اللي هو حكاية هارون. ليه؟ لأنه ملوش أب كاهن ولا ابن كاهن، الموضوع مش كده بقى، ما ليس له نسب في الكهنوت. يعني الكهنوت اليهودي لازم أبا عن جد، لأن كهنوت المسيح فريد مختلف تماما، فيبقى هو أصل الكهنوت، فهو إيه؟ أول ورئيس الكاهن الأعظم في العهد الجديد، إحنا بقى شغالين تحت إيده، لكن هو الكبير بتاعنا. فما تستنلوش يكون له أب ولا جد في الكهنوت، ده مختلف. غير معروف البداية والنهاية، دي اللي قالها في حتة تانية في عبرانيين، قال معنى عرس معلوش عن بداية، طبعا مقصود ان المسيح ازلي وابدي. نعم ملكي صادق كإنسان يمكن له اول من اخر، بس يعني هو لانه لم يذكر له البداية والنهاية كان اشارة لازلية المسيح وابديته. بعدين عشان يورينا عظمة هذا الكاهن، اكبر راس عند اليهود داود ولا موسى ولا ابراهيم؟ أكبر رأس عند اليهود إبراهيم، داود أكبر ملك، موسى رئيس الأنبياء، لكن أصل اليهود مين؟ أبونا إبراهيم. عشان كده يقولوا إحنا أولاد مين؟ إحنا أولاد إبراهيم. طبعا موسى وداود مهمين قوي، بس إبراهيم الأصل. كبرهم اللي هو إبراهيم ده وطى رأسه قدام ملك صادق اللي هو إشارة للمسيح، عشان يبان إنه رئيس الكهنة الأعظم ده هارون كبير كهنة اليهود، حفيد إبراهيم. ما انتوا لما ترجعوا بالتاريخ تلاقي هارون حفيد لاوي حفيد إسحاق ابن إبراهيم. فيعني ايه؟ إبراهيم ده جد 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 عم هارون. عشان كده قال هارون ده ما كانش اتولد لما إبراهيم خد البركة من ملك صادق،
فيبقى فرق العظمة أو فرق المقام كبير قوي. رئيس الكهنة الأعظم ربنا يسوع أقوى جدا من كاهن العهد القديم. إن كان كاهن العهد القديم يقوم بوساطة مقبولة ويرفع خطية إنسان في العهد القديم عن طريق دم تيوس وعجول، أمال إحنا بقى بنتكلم في إيه بقى؟ شوفوا خلاص الفرق بتاعنا إيه؟ عندنا رئيس كهنة أعظم ليس إنسانا فقط، بل هو الكلمة المتجسد، ومش كاهن يهودي ضعيف محاط بالضعف، ده بلا خطية وحده، وهو اللي ادى البركة لكل البشرية في أبونا إبراهيم، ويقدم ذبيحة جديدة عبارة عن خبز وخمر اللي هي الإفخارستية. ندخل بقى في آخر جزء، أنا كل ده ما دخلتش في الطاعة على فكرة. الذي في أيام جسده، أصل بولس ساعات يعمل كده، يطول قوي في المقدمة وبعدين يبتدي في الموضوع، فأنا مضطر أعمل زي، لأن هو عاوز يوصل للطاعة على فكرة، وعاوز يوصل للكلمة اللي جاية دي في آيتين بس، هما اللي فاضلين آيتين بس فيهم بقى الضرر. لما حط الفرق بين الكهنوت ده والكهن ده، والفرق الذبيحة دي والذبيحة دي، والخلاص ده عن الخلاص ده، قال بصوا بقى في أيام جسده. أيام جسده يعني طب المسيح لسه بجسده في السماء، لا يقصد في أيام تجسده، في أيام وجوده على الأرض بالجسد. ساب كل حياة المسيح 33 سنة اللي على الأرض وركز على ساعتين، قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت. ما هو رئيس كهنة، طب رئيس كهنة هيصلي ماشي، ده بيصلي بحرقة قوي، بيصلي بحرقة قوي بصراخ، تصور بقى كاهن بيصرخ وبدموع وطلبات وتضرعات، ايه ده الموضوع خطير قوي. اذا كان بالعظمة دي وبيصلي بالحرارة دي، ده موضوع very serious. بيطلب ايه؟ بيطلب الخلاص. طب خلاص هو، طب هو محتاج خلاص، مين فهمها بقى؟ ما كل البشرية بقت فين؟ فيه، خلي بالكم، ما هو المسيح النهاردة بيقوم بالدور ده نيابة عن كل البشرية، هذا الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا. يبقى هو الدور ده في اللحظات دي كل البشرية بتصرخ مع المسيح خلصنا يا رب، ليه قبلها بست أيام هوصنا هوشعنا خلصنا، فاكرين صرخة يوم حد الزعف؟ خدها المسيح لوحده بقى ودخل بيها في الليلة دي وصرخ بدموع، ارفع عن العالم كل الموت، ارفع عن العالم الفساد، كفاية ذل الشيطان. عشان كده يقول لك سمع له، لأن الحتة دي لغز، يقول لك سمع له، ما كانش اتصلب. طيب لو اتفهمت على المسيح نفسه بس انه بيصرخ بيقول اعبر عني، كأنه بيقول بلاش موت، يبقى ما ينفعش سمع له، لأن بعد كم ساعة مات على الصليب. لا، هو سمع له في طلبة ايه؟ الخلاص. فهمت الفكرة؟ ان الاب قال له خلاص، يبقى هنا الاستجابة جت في ايه؟ بما انك وسيط العهد الجديد ووحدك تشفع في البشر، وقادر قادر ان ترسي لضعفاتهم، وجاي تقدم طلبة بصراخ، طبعا ده ما بيلغيش الفداء، لكن هنا بيورينا دوره كرئيس كهنة، هو يشفع بدموع وطلبات ومرارة شديدة، لأن شوف كل الخطايا بتاعت التاريخ كله هتتحط في اللحظات دي قبل وبعد المسيح. فيقول إيه؟ للقادر أن يخلصه من الموت. إحنا اللي عاوزين دي، مش المسيح اللي عاوز، أنا اللي عاوز اللي خلصني من الموت. سمع له، كتر خيرك يا رب، بسبب صلاتك اللي كملت بدمك بعدها بساعات على الصليب، أنا مش خايف أموت دلوقتي. ليه؟ لأنه سمع لك، فأنا أحط رأسي وعندي وعد قيامة خلاص، لأن حصلت الاستجابة، لأنك أنت رئيس كهنتي، أنت مسؤول عني قائلا. شوفوا بقى المسيح في الليلة دي كان بيقول يا أبتاه، الله، أنت رئيس كهنة، رئيس كهنة، بس ما لغاش أن تقال له أنت ابني، فهو بيصرخ ابن لأبوه وابن وحيد. يا أبتاه، يعني الدالة هنا كمان مفيش زيها، عشان كده بنسميه الوحيد الجنس، يعني مفيش زيه، هو الوحيد اللي بينه وبين الآب علاقة لا توصف، نور من نور. يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك.
ما هي مشيئة الآب؟ الله يريد إيه؟ أن الجميع يخلصون. لو الكاس ما شربهاش المسيح كنا رحنا كلنا جهنم، مش كده؟ فالمسيح عاوز يعبر لنا قد إيه الكاس مر، فقالوا لو عاوز تشيلها شيلها، لكن تم مشيئتك. يبقى مشيئة الأب إيه؟ أنه يشرب الكاس اللي هي مرارة الموت عشان يبطل الموت، دي مشيئة الأب عشان يخلص البشرية. فقال له ولكن يعني إيه؟ لأ، ما تريحنيش على حساب البشر، هي معناها بالبلدي كده، ما تريحنيش أنا من وجع الصليب وذله وتسيب الموت في جتة عيالك، لأ، لتكن مشيئتك، أنا هشرب الكاس لأني بحبهم زيك، وبالتالي هشربها للآخر. يا رب تكونوا فهمتوا حاجة. ساعتها ظهر له ملاك من السماء يقويه، لأنها لحظات تاريخية، جه ملاك يقول له ثوك تاتي جوم نمبيهم، لك القوة لك المجد، انت داخل في أخطر لحظة في التاريخ، هتشيل خطايا العالم وترفع الموت، وأنت المخلص الوحيد، لأنك رئيس الكهنة الوحيد، لأنك الوحيد اللي بلا خطية، لأنك الابن الوحيد، لأنك كل وحيد وحيد مفيش زيه. فهنا سمع له من أجل تقواه في اللحظات دي، يعني خلاص الخلاص بان، ابتدى يبان. وعشان كده نفس الصرخة دي بعدها بساعات كانت الإيدين اللي على الصليب لما أثناسيوس قال كان لازم يموت وهو عامل كده عشان يكمل دوره كإيه؟ كرئيس كهنة برضه، يموت وهو رفع إيديه كأنه في وضع الصلاة. ومن هنا هو على الصليب لما رفع عينه وقال له اغفر لهم، كملت بقى حاضر. ليه؟ بحكم الدالة والمكانة واللي بيحصل، حاضر لو تابوا هغفر له مهما عمل. طبعا ده يكمل لنا السيناريو بالنسبة لنا احنا كمان عشان نتمتع بالخلاص ده، ساعات نعدي في نفس السكة دي، يبقى كثيرة هي أحزان الصديقين ولكن من جميعها ينجيهم. ما فاتش يومين طبعا وفرحنا بالقيامة ولن نحزن مرة أخرى، أو المسيح لا يحزن مرة أخرى، سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم وإيه، ولا يقدر أحد أن ينزع فرحه منكم. كل ده عشان نوصل للكلمة بتاعت مع كونه ابنا تعلم الطاعة. مع كونه ابنا تعلم الطاعة، الحتة دي لغز، يعني تعلم الطاعة، هو إله. بس هنا بيقول مع كونه ابنا، بين قوسين، أنا هحط قوسين كده ما حدش يحطهم طبعا، مساوي للآب في الجوهر أو من نفس جوهر الآب، هو إله حق فعلا. إذن كلمة مع كونه ابنا يعني هو لا يطيع أحد لأنه هو الله. فبالرغم من كونه الابن الوحيد اللي من نفس جوهر الآب، تعلم الطاعة. تعلم الطاعة يعني خد شكل واحد بيقول حاضر، خد الشكل ده. ليه؟ المسيح قال كما أوصاني أبي أنا هعمل، كأنه بيقول للآب إيه اللي تشوفه. طبعا اللي في قلب الابن إيه؟ هو اللي في قلب الآب، ما هو الابن جاء عشان الساعة دي، لكن هو خد شكل الابن المطيع جدا اللي خده إسحاق زمان قوي. حاضر، حاضر يا بابا، أنت عاوزني أموت عشانهم، حاضر. طب إيه قيمة الإضافة دي؟ ما احنا فهمنا هو كمان عاوز يعمل كده، لا عشان يقول شفتوا طاعة الابن للآب جابت للبشرية إيه؟ كملوها بإيه بقى؟ بطاعتكم. يعني إيه؟ هو ورانا مثل في كل حاجة حتى في الطاعة، مصل كل حاجة لازم يعلمها لنا المسيح بنفسه. فهو كابن وحيد مساوي للآب في الجوهر الحقيقة لا يحتاج للطاعة نظريا، ما ينفعش نقول إنه يطيع، ينفع يتقال يطاع لأنه الله الكلمة، لكن هو لما خد شكل العبد وبقى زينا تعلم الطاعة. هو تعلم دي مقصود بيها خد شكل الطاعة، هو مش محتاج حد يقول له تعلم تطيع، هو متعلم. زي مثلا، وطبعا تعلم الطاعة دي بانت في كل حياة ربنا يسوع، كان خاضعا لأبويه، ومثلا يقول ايه انتوا بتطيعوا، بعد شوية وضح للعذراء وليوسف انا تعطي لأبويا السماوي قبل طاعتكم، ينبغي أن أكون فيما لأبي، يعني إيه أنا بطيعه هو الأول. وبعد كده
ليعرف العالم أن يحب الأب وكما أوصاني الأب هكذا أفعل. كل ده عشان يأكد مفهوم الطاعة. وإذ كمل أو كمل، لما قال المسيح قد أكمل، لما كمل دوره للآخر، لما غمض عينيه ونام على الخشبة وانتهى حكم الموت خلاص وشوكت الموت، اتفتح باب الطاعة لينا، صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. يعني انت دورك ايه دلوقتي في القصة دي كلها؟ قصة جميلة قوي ملداش فيها اي دور لغاية الاية دي، بقالنا 9 ايات مستنين حاجة تنطلب مننا تقريبا، مفيش في الاول بس في حتة. انما هنا ايه؟ انت عليك تعمل زي تقول ايه، حاضر. المسيح قال للاب حاضر حتى الموت على الصليب من اجل خلاصنا، وكمل كل حاجة مطلوبة بالنيابة عننا، وبصلك بصة كده وقال لك ايه، قول حاضر. قول لي انا حاضر بقى، لما اقول لك اتعمد قول حاضر، لما اقول لك حب الناس قول حاضر، لما اقول لك اتناول قول حاضر، لما اقول لك ابعد عن الخطيه قول حاضر. انا شلت عنك الهم الكبير قوي، قضيه الخلاص كلها ما كنتش تقدر عليها، انا دخلتها شلتها كلها، كلفتني كاس مر. فاضل لك كلمه واحده، اسكامولا، يعني كمل كل الدور. صار للذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. يبقى ممكن نقول الخلاص كله يكمل في كلمة واحدة اسمها الطاعة. لو طعت المسيح تخلص. فلو طعت المسيح هتلاقي نفسك عملت كل حاجة، الإيمان والأسرار والتوبة والجهاد، ما هو ما أنت بتقول حاضر على طول الخط. أخذ يسوع الخل وقال قد أكمل، ونكس رأسه وسلم الروح. وبعدين ايه يتقال له في نفس اللحظة، على فكرة في عيد القيامة بتقري المزمور ده، سلني او اسألني فأعطيك الأمم ميراثا، انا هجيب لك الدنيا كلها تحت رجليك. بدل انت قلت حاضر للآخر، من حقك تاخد الدنيا كلها، وقاسي الأرض ملكا لك. ربنا يسوع قبل ما يتصلب على طول كان بيعلم ولاده ايه، انا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية. يعني إيه؟ كل وصية تمثل الأبدية. تاني، كل وصية تمثل الأبدية. شطرتك وأنت بتسمع كل وصية حاضر، لأن هي دي اللي تدخل السماء. فلما تسمع وصية وتقول لا مش عجباني، نهارك مش فايت، لأنه ده معناه أنت مش داخل السماء. ما خلاص السماء دلوقتي محكومة بكلمة واحد، للذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. هو عمل الصليب وعمل كل ده وحطه في ايدين المطيعين. المطيعين دول هيعملوا كل المطلوب. يبقى الخلاص الأبدي مركز في كلمة الطاعة. عمليا معطلات الطاعة، أخطر معطل بيقابلنا يا جماعة هو الذات. عشان كده أول حاجة قالها المسيح في تعليمه، اللي عاوز يمشي وراه يعمل إيه؟ ينكر نفسه. لأن طول ما نفسك كبيرة أو ذاتك كبيرة مش هتعرف تقول حاضر، هتقاوح وهتفاصل، مش هتعرف تعمل عند زي المسيح اللي اتهرع ياطي عيني ليلة صليبه، لكن لا مشيئتي بل مشيئتك أبدا مهما كان اللي أنت عاوزه أعمله. الحتة دي مهمة يا جماعة، لأن احنا في مراحل كتيرة بيبقى في صراع شديد بين اللي بيقوله ربنا وبين اللي أنا عاوزه. بس الصراع ده أساسه إيه؟ ذاتي. إنما لما تخفز بذاتك الأرض وتدوس عليها، اللي أنت عاوز أعمله فيا مشيئتك أنت تمشي كده، دي الطاعة. الطاعة هي قطع المشيئة، هي تحدي المشيئة الشخصية. معطلات الطاعة كمان الناس، لو الناس قالوا لك أي حاجة غير اللي قالها المسيح، لا هتمشي ورا المسيح، ما ترضيش الناس على حساب ربنا. لا، قال الناس حاضر يا رب، حتى لو الناس كلهم زعلوا أو كرهوا مش مهم. تلاتة، المشغولية. حاسب المشغولية تخليك مش سامع الصوت أو الوصية اللي لو ما قلتش حاضر فيها هتهلك. ففي ناس عندها استعداد طاعة بس مش واصل لهم الرسالة، مشغولين لدرجة ما هم مش سامعين أساسا ربنا بيطلب إيه، فيقولوا حاضر على إيه.
حاسب، لأن الكسل كمان عدو الطاعة. اللي عاوز ينام مش هيقدر يقول حاضر، لأن ربنا عاوز سهر، عاوز تعب. فإذا الحكاية مش عاوزة نوم، طبعا مع الكسل تيجي الشهوات. آخر حاجة تعطل الطاعة تعلق بالماديات، كون الفلوس مهمة والمقتنيات مهمة، مش هتعرف تقول حاضر لما يقول اذهب بيع كل مالك. مضى حزينا لأنه ما قدرش يقول ايه، ما قدرش يقول حاضر عند الحتة دي، معرفش يقول حاضر. تدريب الطاعة، قلت 5 تدريب عملية للموضوع ده، تفكروا فيهم. أولا عشان تقول حاضر يا رب، خد تدريب محدد لكل شهر. تدريب واحد في الشهر تاخده من آية أو من وعظة تقول فيها في سرك حاضر يا رب، وتدرب نفسك عليها شهر كامل، ده على الأقل. زي التدريب بتاع صلاة يسوع، ما احنا واخدينه من كلمة ايه، صلوا بلا انقطاع، أو ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، أو شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع. يبقى احنا بنقول حاضر. فلما قلنا حاضر بقينا نقول يا رب يسوع المسيح أشكرك زي ما أنت طلبت. هو قال كده، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع، حاضر. فأنت بتاخد تدريب محدد في الشهر نابع من آية، وتطلع السلمة واحدة واحدة. ما تقولش ده، طب ده هم يمكن 1000 طلب. يا سيدي ربنا يديك العمر، قول بس حاضر لطلب طلب وامشي، خد وقتك، ما حصلش حاجة. تاني تدريب، حاضر لأي شخص حواليك من غير فصال ولا جدال، عشان تتعود على الحاضر. لأن دي مشكلة، إن الناس تقول لك ما أنا ما أخضعش غير ربنا، ولا ربنا بتخضع طبعا. ما هو أنت أساسا كونك ما بتقولش حاضر يا جوزي، حاضر يا أبويا، حاضر يا أخويا، ما أنت مش هتقول حاضر يا رب. هي نفس المقاوحة اللي جوه، هي اللي مع البشر، هي اللي مع ربنا. فأنت إيه، اكسر مشيئتك بأنك تبدي الناس عليك، عشان لما يجي ربنا يقول لك تقول حاضر بسهولة، ما انت متعود. يبقى تاني تدريب، اتعود تقول حاضر لمن حولك بدون فصال ولا جدال. طبعا فاهمين، مش محتاج اقول، ما عدا لو طلبوا حاجة غلط. لكن ياما الناس بتطلب حاجات ونقاوح ونجادل ونفاصل، طب انت مش عاوز تطيع. 3، ايه رأيكم كل شهر نبقالنا قاعدة مع الموعظة على الجبل، من الآخر كده نشوف كل الطلبات اللي المفروض نقول فيها حاضر في 3 إصحاحات، وهنلاقي كل مرة تقعد على الموعظة على الجبل يتهيألي هتصرخ بدموع وتضرعات وتقول له مش عارف أقول لك حاضر، اللي أنت طالبه ده نفسي أقول حاضر مش عارف، لسه بدري عشان أقول لك حاضر على كل بند من البنود 100 اللي مثلا في موعظة على الجبل. دول مش 10 وصايا بقى، لا تقتل ولا تزني، لا ده زادوا قوي. تدريب آخر، احفظ الوصية غيبا. يعني كلكم حافظين لا تدينوا لكي لا تدانوا، وصية احفظها وكررها كتير، لأن مجرد تحفظها وتقولها كتير هتساعدك على الحاضر، هتساعدك على الطاعة. في وصايا كتير احنا مش حافظينها، وصايا صريح مش مركزين فيها. آخر حاجة، راجع نفسك كل شوية، هو أنت بتقول حاضر يا رب ولا بتقاوح؟ بتقول حاضر يا بشر ولا بتقاوح؟ لأنه صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. لإلهنا كل مجد وكرامة.